أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز الدعاء بقول بعضهم: اللهم إني لم أجئ خوفا من نارك ولا طمعا هذا دعاء الصوفية، هذا كلام باطل، كلام باطل، هذا كلام الصوفية. الأنبياء يعبدون الله خوفا وطمعا، خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه، فهذا مخالف لدعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم.